أخبار اليوم مع بعض. بقى سؤال الجرامير، سؤال الرابع اللي محتاج دقة وهدوء واتزان وانت بتحل. طيب يا ربي، في ناس بتقول ده انا لو اخترت اختيار غلط هيضيع مني درجة. طب استنى يا ربي واعيد في كل جملة واشوف دي قاعدة ايه معايا في اللغة. Choisissez la bonne réponse. زي ما قلنا الفقرة هتتعرض معاك في اختيار من متعدد بخمس درجات. اول جملة يا ربي اقراها كده بهدوء. Si j'ai de l'argent, je n'aurai un vélo. Achèterai ولا اشتي ولا ايه اشتي؟ دي قاعدة ايه في الجرامير يا جماعة؟ طبعا انتوا فاهمين كويس قوي قاعدة سي. مين هيسمعني؟ قاعدة سي اللي احنا خدناها مع بعض، سي الفرب بتاع سي بيبقى في البريزون. طب الفرب التاني يبقى ايه؟ حد يسمعني؟ الفرب التاني هيبقى في الفيتور. او واحد هيقول لي لا احنا حافظينها واخدين فيتور واخدين امبيراتيف يعني امر. طب يا حبيب بص في اختياراتك، ده انا حاطه لك ايه؟ اشاتري دي ايه؟ اني زمن فيتور. طب والتاني امبارفي اللي هو الماضي. طب والتاني جي اشتي اللي هو ماضي. يبقى كده بالبداهه هتختار ماضي ولا هتختار فيتور؟ هختار طبعا فيتور. يبقى الإجابة الصحيحة عندي إيه؟ أول إجابة اللي هي جاشتري. الحمد لله كده كسبت درجة؟ كسبت درجة. طب تاني جملة. Voici le théâtre. نقط je vais avec mes amis. طبعا بقدراتك العالية اللي بقالك سنة عمال تشتغل شغل جرامير، انت عارف كويس قوي انا عندي ثلاثة كي كو او اللي هما اللي برونو غولاتيف. طب انا عندي كي بتيجي بدل ايه؟ حد يقول لي كي بتيجي بدل ايه؟ السوجي. طب وكو بدل الايه؟ الكومبليمون المفعول به. أمال الأو بتيجي بدل إيه؟ بدل اليو يعني مكان. طيب ما دول الريلاتيف بروناون اللي أنت واخدهم بالإنجليزي. طب بالفرنساوي يا ربي أنا هجرب. فواسي لو تياتر أهو المسرح. هقول كي يعني الذي، الذي أنا أذهب مع أصدقائي ولا التي أذهب مع أصدقائي، ولا أنت عارف كويس قوي دي معناها إيه حتى باللغة العربية؟ حيث او وير بالانجليزي. يبقى انا هنا هختار ايه يا جماعه؟ اهو المسرح انا ساذهب مع اصدقائي. يبقى حيث اذهب مع اصدقائي يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه الثالثه. طب السؤال الثالث. ده بيشك معاك البرونوم بيرسونيل. انت عارف كويس قوي البرونوم بيرسونيل. بقول لك tu écris اتطنت، انت بتكتب لخالتك كتير. خدناها يا ربي ان لما الاقي زائد شخصيه يبقى هتختار ايه؟ وي جو. يا ربي هختار الوي ولا ال ولا لا؟ طب ما كلها ضمائر شخصيه بتاعه المؤنث، ولكن انا عارفه كويس قوي لوي للمؤنث بس تخصص لما الاقي زائد شخص. طب ال دي لما بتبقى فاعل او بعد حرف جر تاني زي افيك او شيء. طب ولا لما ما بيبقاش في حرف جر. طب انا عندي حرف جر بريبوزيسيون اللي هي يبقى هتختار مين سعادتك؟ هختار طبعا لوي. قول صح. طيب vous êtes encore fatigué. الله دي قاعده النيجاسيون
قاعدة النفي أنا عارفة كويس قوي. أنكار نفيها إيه؟ أنا عندي نفي بيرسون أنا أعرف كويس قوي بالفرنساوي وبالإنجليزي يعني نو بادي، ولا واحد، نو وان. طب غيان يعني ناثينج، طب بلو يعني لم يعد. طب أخد إيه بقى يا ربي؟ أنكار نفيها إيه يا ربي؟ أنا عارفة كويس قوي أنكار نفيها بلو، يبقى اخترت بلو. طيب السؤال اللي بعد، سات لسون اي تكسبليكي نقط لو بروفيسور. لو انت واخد بالك من فورمة الجملة هتلاقي في سوجي وفي فربين شكلهم كده باسيف وفي البروفيسور. الكلمة اللي بتيجي قبل الكلمة الأخيرة الشخص اللي قام بالمهمة، هل دو؟ لا، ده دو عمرها ما تيجي بعدها لو. هل باغ؟ ممكن. هل اون؟ يبقى أنا هقول لا، أنا عارف كويس قوي بار هي اللي بتيجي. أدي ده سؤال بخمس درجات في خمس اختيارات. طب الجزئية الثانية من السؤال هيجيني بقى اشتغل جرامير على حق الجملة من أولها لآخرها. طب دلوقتي أنا طالب مني إيه في الطلب الأول ب فاتكم أندي كي؟ يبقى إذا في طلبات لازم أنا أقوم بيها، هقوم بإيه؟ أنا حطلي في الجملة الأولى حاجة كده كاتب او تليفوني فو، وبعدين قايل لي il me demande. il me demande الله يعني عايز منك ايه هنا؟ حد يقول لي طالب منه ايه؟ ستيل انديركت. الانديركت انت مذاكر ومذاكر الانديركت كويس، انا مش هقول كل قواعد اللغه عشان ما لخبطكش، لكن انت فاهم كويس قوي لما يبقى في اداه استفهام او كان بوركوا كومون كومبيان بنعمل فيها ايه؟ بننزلها زي ما هي. يبقى انا هكتب له il me demande زي ما هي مكتوبه كده، وهقوم منزله ايه؟ هقوم منزله ايه؟ اقول له او بتنزل زي ما هي. طيب خلي بالك في مطب عندي هنا il me demande he ask me سألني أنا، يبقى الضمير المخاطب يتحول لإيه؟ لضمير المتكلم. أنا بتكلم أهو لغة عربية عشان تكونوا فاهميني كويس قوي. يبقى أنا هكتب بدل فو دي هكتبها إيه؟ je ou je، وليس زي ما انت حافظ زي معلش بنقول زي البيروكي. لا يا ربي، لو لقيت تيو احولها ايل، لو لقيت فو احولها ايل، لو نو احولها ايل بالاس. الكلام ده ما ينفعش، لازم تركز وانت بتحل وتشوف اللي واضع السؤال بيعاملك على انك فاهم ولا مش فاهم. طيب il me demande où je، يا رب الفرب عندي هنا كان مع فو، طب الفرب مع جو اكتبه ازاي؟ حد يقول لي ايه ده؟ ده فرب سهل قوي، جو تليفون. مش الفرب مع جو التيرمينيزون بتاعته ا ولا ا زد؟ لا ا. يبقى اذا لازم اكتب صح عشان اقول له الله لو سمحت يا مصحح يا سعادة المصحح حط درجة كاملة أنا ما غلطتش ولا غلط. ما هو هيقول لك المدرس ده كتب الفيرب غلط أشيل منه نص درجة، لا ده كتب الضمير غلط أشيل منه نص درجة. لا، خليك مظبوط وامشي بالراح بتكتيك هادي وقول له لو سمحت حط بوينت واضح. تاني جملة، لو جوفرنمون a annoncé la création d'un prix littéraire. Allah, Allah, ده عايز مني ايه؟ متي على فورم باسيف.
يعني ده وضع السؤال بيخدمك، ده في رقم 5 كان فيه باسيف، يعني بيفكرك بيقول لك يا عم شايف الباسيف بيتعمل ازاي، وفي باغ وفي ما اعرفش ايه، طب شوف انت هتعمل ايه الباسيف واخده تعمل فيه ايه. اول قانون في الفورم باسيف يقول لي لو سمحت حددي المفعول به وهستعمله ايه، هو اللي هيبقى فاعل. يبقى انا هكتب الجمله ازاي يا ربي؟ هكتب اول حاجه في بدايه جملتي لا كرياسيون د بري ليتيرير، لا كرياسيون دان بري ليتيرير. انا لسه هنا واقفه، عندي ايه وظيفه الكلمه دي؟ فاعل. طب الفيرب هعمل فيه ايه؟ حد يقول لي قانون الفيرب، يقول لك طالما الفيرب في الباسي كومبوزي يبقى لازم احط فيرب اتر في الباسي كومبوزي. يعني الفيرب اتر في الباسي كومبوزي هكتبه ايه؟ ا و اتي، صح؟ يعني زودت اتي على الفيرب. لا بس خلي بالك، افرض لو الفعل كان جمع يبقى الا دي هتبقى او ان تي. لا انا الحمد لله عندي الفاعل مفرد، السوجي مفرد، يبقى حاسبها اه واحط معاها ايه؟ اتي. طب هاخد بقى بعد كده ايه؟ البارتيسيب باسي ده لازم ينزل، انونسي، يبقى هكتب ا نو سي. طيب خلي بالك بقى في اللغه الفرنسيه اقول لك لا خلي بالك مع البارتيسيب باسي، بص تاني على السوجي، السوجي مذكر ولا مؤنث ولا جمع؟ طب انا لو بصيت على السوجي عندي هنا لا دي ايه؟ مؤنث، يبقى لازم ازود ايه؟ تانيه في ميناء. طب افرض السوجي كانت ماسكولين مذكر، ما تزودش حاجه حبيبي. لو كانت بلوريال زود اس، لو كانت فيمينان بلوريال زود او اس. انت عارف الكلام ده ومتدرب عليه 100 مره مع مدرسينك. هكتب بعد كده بنحط ايه؟ ما انا مفكرك هنا هكتب لازم بار. حذاري يا جماعه، حد يقول في اللغه الانجليزيه ممكن ما نكتبش بقيه الجمله؟ لا، في اللغه الفرنسيه لو ما كتبتش بقيه الجمله هخصم نصها. هيبقى بار اللي انت عارفها كويس قوي، باي باي ايه؟ لو جوفيرنمون. طبعا انت عارف يعني ايه لو جوفيرنمون؟ الحكومه، لو جوفيرنمون. طيب في طلب ثالث، نعم يا سيدي، انت عايز ايه؟ ما بوينتور اي 40 تروفي لا كيستيون. يبقى انا عايزه منك ايه؟ اوجد السؤال. ما بوينتور، يا رب دي كلمه من اولى ثانوي. طب ما اللغه تراكميه، اوعى تقول لي لا انتوا جايبين حاجه من اولى ثانوي. اجيب من اولى ثانوي، ليه ما اجيبش من اولى ثانوي؟ وانا بتعلم اللغه ليه؟ مش عشان امتحان الثانويه العامه، انا بعلمك لغه عشان لما تسافر فرنسا ان شاء الله تتكلم فرنساوي. يبقى انا هقول هنا السؤال واخدينه ايه؟ هو كلا. طب اني كلا؟ طب ما الراجل خدمك يا ابني وكاتب لك ما، ما دي كان لي يعني في ميناء ولا ماسكولين؟ لا في ميناء، يبقى لازم ازود ايه؟ يبقى كان لي لازم تكون ايه؟ مؤنث. كالي، خدت الفرب اهو عندي من السؤال، ما هتبقى في المخاطب ايه؟ تا. كالي تا بوينتور. واحد هيقول لي لا هو انا ممكن اكتب كلي فوتر؟ هقول له طبعا لو انت بتكلم واحد باحترام هقول له كلي فوتر. يبقى اذا هنحط في نموذج الاجابه الواد اللي كاتب لي تا صح، الواد اللي كاتب لي فوتر صح. يبقى انا كده كلي تا بوينتور او كلي فوتر بوينتور صح. كده ثلاث درجات، 3 و5 بقوا كام؟
8 درجات. دلوقتي انا كسبت مع وضع الامتحان كام درجه؟ 32 درجه. اقول له الحمد لله، ربنا يستر بقى ويسهلها في السؤال اللي جاي عشان اكسب فيه 8 درجات. وبعدين اقول لك ايه يا مسيو، انا جبت كاغونت 40 من 40. شكرا ليك ولمجهودك.